مساء الخير أهلا. لورينا. أعتقد بأن المناوشات مستمرة ما بين عناصر البوليساريو، كلما اقتربوا من الجدار العازل إلا وكان مستهدفا من طرف المغرب، لكن تمعنوا معي بأن الجيش المغربي يستعمل المقولة القائلة بأن الذخيرة غالية والهدف رخيص، لذلك الجيش المغربي لا يضرب ولا يقصف إلا إذا كان هدفا متمكنا من أنه يحمل أسلحة أو يحمل تهديدا على الجدار العازل. كل ما تقوله الجزائر ولا البوليساريو بأن المغرب يهدد ويضرب أو أنه أو تسبب في هدنة إطلاق النار، هذا كلها أخطاء وكلها شائعات تحاول الجزائر والبوليساريو أن تدفع بهذا القول إلى الأمام حتى لا تظهر في الساحة. المغرب يدافع عن أراضيه في الحدود ويتربص بكل من يتحرك على هذه المناطق، وكلما رأى عناصر مشتبه فيها وتحمل أسلحة تحاول الاقتراب من الجدار العازل لاقتراف جريمة ما، يقصفها بدقة متناهية ولا يقصف المدنيين. وإلا نتساءل، ما دخل المدنيين في المنطقة العازلة؟ لماذا يأتون إلى المنطقة العازلة وهي عازلة؟ وبالتالي كل هذه الإمعات التي يقول بها حتى بلايني عمار ومجرد سفاسف الأمور. وبالتالي الجيش المغربي يدافع عن وحدته الترابية ويحاول أن يدفع بأي هجوم من أجل أن لا يمس المدنيين المغاربة داخل الصحراء العزل. نعم، يعني سعيد، وكيف يمكن لهذا الحراك وهذه الهجمات أن تؤثر على الجهود الأممية المتعلقة بهذا الملف؟ صحيح أن هذه الجهود هي أصلا، هذه المناوشات هي مستمرة منذ 13 نتذكر 2020 في عندما كانت القرقرات، وعندما حاولت عناصر دعت البوليساريو بأنهم مدنيين وهم كانوا يحملون كلاشنيكوف تحت أمتعتهم، حاولوا قطع الطريق القرقرات لكي لا تمر الشاحنات في اتجاه الجنوب الصحراء في اتجاه موريتانيا ومالي، لكن المغرب تدخل بقوة وصد كل هذه الهجوم. إذن كل هذه المناوشات تحاول أن تقضي على المفاوضات التي يمكن أن يقوم بها ديمستورا، ونحن نعلم بأن الجزائر تحاول كذلك أن أو ترفض الجلوس لطاولة المفاوضات، بينما ديمستورا أشار بأصبعه إلى الجزائر بل وزار الجزائر لكي يقول لها أنت متورطة في القضية ويجب أن تتدخلي من أجل طاولة مفاوضات وتحديد من هو المناسب لإعداد تقرير يكون مناسبا. هل المغرب ظالمة أم الجزائر مظلومة؟ طب سعيد، أخيرا، نعم، هل اتهامات الجزائر للمغرب باستهداف مدنيين يمكن أن يقربنا من مواجهة بين البلدين؟ أنا لا أعتقد أن المواجهة ستكون، وإنما المغرب يرد على الهجوم والجزائر تدفع بعناصر البوليساريو من أجل خلق البلبلة والفتنة للمغرب حتى لا يكون هناك استقرار على مدى الحدود ما بين المحبس وتندو في مرور إلى السعيدية. والجزائر تدرك جيدا بأن المغرب إذا استقر من ناحية هذا الجدار العزيز سوف يحرز تقدما اقتصاديا وتجاريا داخل الأراضي المغربية، وبالتالي الجزائر تحاول أن تدفع بالمغرب للفتنة حتى لا يكون استقرار. لكن المغرب مستعد للدود عن أراضيه، إذا تدخلت الجزائر ستكون هناك حربا عشواء لن يكون فيها مسالمون، وإنما ستسيل فيه الكثير من الدماء، لكن هذا الأمر سوف يتأخر وليس الآن، لأن حتى الجزائر حذرة من دخول أو التورط في هذه المعركة. نعم، وصلت الفكرة. الصحفي سعيد العفاسي، شكرا جزيلا لك.